الكره دي بتمرها لمين دي سوكو دايو فريق الوداد يدافع في الجولة الأولى هذه المباراة مع 4-2 الاكتفاء بواجب واحد هو بنزا حتى بدي عوض يرجع لمساندة الدفاع كرة لبنزا بنزا البديع بديع من الطرف الأيمن بديع بديع في محاولة منها للمرور من الطرف الأيمن لبنزا الرياضي دون عرض لمنطقة الجزاء وخروج ماريو كيلا بعد منه جاي الدور المنسي بعد بديع فريق الوداد دون عرض لمنطقة عبد الله حيدود عبد الله حيدود صعوبة ترويض الكرة تعود لي من عبدود عبدود يرجع رحيم رحيم من الطرف الأيمن رحيم يلعب في منطقة الجزاء والتغطية من إيسوكو دايو لأمين فرحان عبد الله حيمود شبر الدور من جديد محمد رحيم الذي يحاول الاحتفاظ بالكرة حاول منه للتكليم الوجبية ضد فريق هذا المكان في الجولة الأولى من هذه المباراة كرة من الطرف الأيسر الله